النهارده هنبدأ حلقتنا بمفاجأة جميلة. امبارح سمحت لنا الفنانة العظيمة الجميلة نادية لطفي ان انا وسهير نزورها في مستشفى المعادي، ويعني ما كناش عايزين نمشي من كتر ما الحوار ممتع وجميل، لكن حاولنا ننقل لكم بعض الصور معانا اهي. شوفوا، دخلت لقيت ملاك قمر جاهزة، عاملة مكياج، عاملة شعرها، عاملة الشنيون، وقمر قاعدة، وشخصية أنا شرفت إن أنا التقيت بيها الحقيقة. ودي الأوضة يا سهير، شوفي بقى كل دي هدايا. هي حكت لنا الكوشن دي منين ومين اللي عاملها، هدايا معمولة كلها بحب يا سهير. الإشعاع اللي كله صدق وكله محبة وكله جدعنة وكله ثقافة وكله عطاء وكله فعل خير يساوي في النهاية الأستاذة الكبيرة نادية لطفي أو بولا محمد، وقالت إن كل حد من أصحابها كان عامل لها كود كده في اسمها، وهي بما إن من أقرب المقربين ليها كان الكبير العظيم أحمد مظهر كان بيقول لها البرنسس بول بعد ما التقوا في الناصر صلاح الدين، فبينادي عليها، وهي شخصيه قويه يعني تحس ان هي يعتمد عليها كده، فكان بيقولها برنسيس بول كده، لازم تتقال كده صح استاذه ناديه، هي دي طريقتها حتى في التعبير. اتكلمنا عن كل حاجه، عن حال البلد وعن حال الثقافه، انسانه مرتبه مثقفه، شخصيه واعيه جدا باللي بيدور حواليها، عارفه كل الجديد وكل اللي بيحصل في الفن وفي الادب وفي السياسه. الحقيقه كانت يعني لقاء ثري جدا جدا، لو يعني كنا نتمنى ان احنا نسمعكم، لان سمحت لنا ان احنا نسجل لها بعض كلماتها. مش عارفه هتكون معانا ولا لا يا سهير، شويه حاجه من حوارها، ولا هنخليها مفاجاه تانية ان شاء الله؟ لا لا ان شاء الله مره تانية ان شاء الله هي تكون معانا، الفنانه الكبيره ناديه لطفي تكون معانا في حوار بالصوت والصوره ان شاء الله باذن الله كما وعدت. وهي كمان اختارت من 20 سنه ان يبقى دورها البطولات الكبيرة اللي بتعملها هي في العمل العام والعمل الإنساني والقضايا القومية العربية. نادية لطفي كانت من الناس اللي راحوا وسجلوا تسجيل حي لمذابح صبرة وشتيلة في كل القضايا القومية الوطنية. نادية لطفي أول شخص بيكون موجود في كل العمل الاجتماعي وكل المستشفيات والعمل الخيري، مستشفى الكلى في المنصورة دكتور محمد غنيم، وعدد كبير جدا من المستشفيات وعدد كبير جدا من الأعمال الخيرية. هي اختارت ان دي تكون بطولات خاصة هي بتقدمها بعيدا عن الكاميرا، لأن زي ما هي بتعتز بفنها هي كمان بتعتز بالدور أو بالبطولات الكبيرة اللي هي بتقدمها وراضية بيها وبتعمل لها كامل السعادة، لأنها شخصية عندها كتير جدا من الوعي ومن الفلسفة ومن الثقافة. تربية مدارس ألماني زمان وقت ما كان التعليم يا منى تعليم بحق وحقيقي، أيوة. وتربية بحق وحقيقي، وكمان القضية الفلسطينية هي كان مساندة للقضية الفلسطينية، وليها صور مع الزعيم ياسر عرفات وهو بيكرمها وبيلبسها الشال الفلسطيني. حقيقة بجد تحتاج حلقات وحلقات عشان نتكلم عن برنسيس بول زي ما بيقول عليها النجم أحمد مظهر. إن شاء الله يكون فعلا زي ما قالت سهير، يكون لينا حظ ويكون لينا لقاء معاها بإذن الله.